السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد وأهلا بكم معايا في حلقة جديدة. دلوقتي لو أنا عاوز أوصل الموبايل بتاعي على جهاز الكمبيوتر ومعيش كابل أقدر إن أنا أوصل بيه الموبايل على جهاز الكمبيوتر، ولا عكس عاوز أوصل جهاز الكمبيوتر على الموبايل ومعيش كابل، أعمل إيه؟ هنعرف مع بعض إزاي نوصل الاتنين ببعض بدون استخدام أي كابلات، بس يا ريت متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. اول حاجة هروح على التليفون، هروح بعد كده على مدير الملفات زي ما احنا شايفين كده، باجي هنا على التخزين بضغط عليها، فوق بيظهر لي 3 نقاط، بضغط على ال3 نقط دول اللي فوق على ايدي الشمال بضغط عليهم، بعد كده بضغط على الاتصال بالكمبيوتر، بعد كده بضغط هنا على بدء، بيقول لي هنا حدد موقع التخزين، بختار اول واحدة اللي هي مساحة التخزين المشتركة اللي هي الداخلية، بيديني رابط زي ما احنا شايفين كده، الرابط ده اللي هو ال FTP نقطتين سلاش، الرابط ده هاخده كده هنقله زي ما هو كده وهروح على ماي كمبيوتر وهنقل الرابط ده في المسار اللي هو بتاع ماي كمبيوتر اللي هو الرابط اللي احنا شايفينه ده، هاخده كوبي واحطه بيست او ان انا هكتبه، انا طبعا كنت عامله قبل كده فهكتب الرابط او هاخده كوبي او لاصق اي حاجة، طبعا بحطه هنا ويظهر لي التليفون بكل الداتا بتاعته بالملفات بتاعته زي ما احنا شايفين كده، اقدر ان انا اتنقل ما بين التليفون اهو، ادي ملفات اهي، مثلا الملف ده اخده كده كوبي واحطه مثلا على الكمبيوتر بتاعي، اضغط كليك يمين وبيست، ادي الملف اتنقل معايا اهو بمنتهى السهولة، ونفس الكلام اقدر ان انا اخد ملفات من على جهاز الكمبيوتر واحطها على تليفونه، كل ده بدون استخدام اي كابلات او اي واسطات زي ما احنا شايفين كده، الموضوع بسيط جدا. بس كده وده كان موضوع حلقتنا النهارده، بتمنى الفيديو يكون النهارده يكون عاجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه، ولو اي حد عنده اي سؤال مهما كان هسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. وحاجه اخيره قبل ما اقفل معاكم، لما تخلصوا الشغل بتاعكم على جهاز الكمبيوتر او التليفون، خلاص خلصتوا الشغل، ما تنسوش تضغطوا هنا على الايقاف عشان توقف الموضوع ده، عشان محدش يستغل الموضوع ده وانت مش يعني ياخد التليفون منك، يقدر ان هو يستغل الموضوع ده او يقدر ان هو يتصل بالشبكة بتاعتك ويبدأ ان هو يعمل كونكت على التليفون بتاعك. فبعد ما تخلص الكلام ده بتدوس هنا على ايقاف عشان توقف الموضوع خالص زي ما احنا شايفين كده. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.